السلام عليكم اليوتيوبر. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. إن شاء الله تكونوا قاع بخير وعلى خير. هذه الأمسية يوم الخميس، وغدوة إن شاء الله جمعة مباركة كامل علينا وعليكم إن شاء الله بالتوفيق. جمعة مباركة إن شاء الله. عندي لي سمارت فون هادوما إيريس، يعني كاسب زوج منهم. كنت نبوستي نتيليفيرسي لي فيديو في اليوتيوب، ودوكا بداو يديروا لي المشاكل بين زوج. واحد نبوستي به يدير لي بوند فير تحته، والاخر واحد اخر هذاك فوكس برو راهو يكتب لي ايرور. كي يخلص تيليشارجمون يكتب لي ايرور. انا بديت نتوسوس بهاد لا ماركه دي ايريس، ونداء نوجهو للشركة تاع إيريس باسكو راهم يخدموهم هنا في واحد الولاية، يعاودو يراجعو التليفونات تاعهم عندهم، خاطر بدا يدير لي مشاكل. ولو كان واحد دار لي مشاكل نقول التليفون هداك فيه ديفو، مي كوم في زوج دارو لي مشاكل كي نبعت تيليفيرسمون فيديو سوغ يوتيوب، في زوج راهي الحالة مشكوكة، لازم يعاودو يراجعو لا بروديكسيون تاعهم. هادي نقطة. ودوك راني بطابلات، ما عنديش تليفون اللي نقدر نبوستي به فيديو. وكاين واحد اليوتيوبر نحييه بالمناسبه، وطلب مني بار كومونتير، قال لي دير لي فيديو على البيقود على لو فولون. ندير لك فيديو على لو فولون، كاش مشكل، مرحبا بك. ندير لك فيديو على لو فولون، بما ان في البلدان المتقدمة برا يدرسوا عليها، قراوا عليها ويدرسوا عليها كيفاش يخدم ماشينا باه يخرج بها لي باري. ولما لا ندير لك فيديو على المقود، ما كاش مشكل، نديرو لك فيديو ان شاء الله على المقود. الحوايج اللي نعرفهم على لو فولون هو تحكم لو فولون بزوج يديك، لا بوزيسيون تاعهم تكون كيما عقارب الساعة كيكونوا العشرة وعشرة. سي لا ميور ميثود دو توني لو فولون، العشرة وعشرة. و هنايا راني بطابلات سي ان بو ديفيسيل، هنايا كاين تقابي هنا داخل الفولون، هانتوما تقابي هادو، سي تري ديفيسيل، طابلات تزلق. نحاول كيفاش نكمل الفيديو هادي رابيدمون. كاين هنايا لي فو ديتريس لي كلينيوطون، ل كومون ديرج هادوما بور اكسيوني الما تاع لاف كلاس و لي بالي تاع لاف كلاس. لو كونساي لي نمدهولكم كونسيرنون لو فولون، كي تكون تسوق في طريق ما تلعبش بزاف في الفولون كيما في لي فيلم، كيما في لي فيلم عندو بدا تشوفهم يديرو تمثيل، يبداو يمشو، تشوف السيارة تمشي يمثل ويدير في الفولون، هادي حركة خاطئة، ما تلعبش في الفولون. الفولون دورو غير كونت سي نيسيسير، إن بروتال ولا إن فيراج اللي دور الفولون، ومن بعد تعرف وقتاش دورو بروغريسيفمون متعاودوش. الطونوبيل كي تكون تمشي بسرعة فوق 100، انا ننصحكم ما تمشوش فوق 100، هذه نصيحه نعطيها لكم في الله. الطوموبيل قد ما تلونسا مليح في سرعه تكون 5 قد ما تحملش، خاطر عندها اون فورس داتراكسيون، هذيك السرعه هذيك اللي تمشي بها تاع 100 مثلا ما تحملش لي كود دو بوس اي في تي. لازم اذا كنت تمشي 100 لازم دور فولون غير شويه، هاي تنحني بك السياره بزاف. دور فولون غير شويه على اليسار ولا على اليمين، راك تجبد وتيفيتي كراروس و اون بو. ما نقدروش نحكمو فيراج تاع بروتال وتكون 100، تتقلب بك السياره. راك تمشي في لوطوروت لحقت لا بروتال باش تدخل، تبدا طروطري غرادي الا كنت ساكيام قبل ما تلحق البروتال اونفيرون 80 متر ابدا تنقص روتري غرادي، تحبط للسانكيام نحيها كاتريام، قريب تلحق باش تابوردي لابروتال الكالكول ما تعطون تمت، زيد نقص السرعة وروتري غراديون تروازيام
40 لا بروتال، لا بروتال جوزها بامان بكل امان 40 با بلوس ما تجريش. وكي تحب تاكسيوني الكلينيوطون، كي تحب تاكسيوني الكلينيوطون جامي تدخل يدك هنا من داخل الفولون وتاكسوني، داروه دين مانيار هكذا غير بسبعك تاكسيوني الكلينيوطون تاكسيوني لو لاف غلاس لو سوي غلاس وكلش. عندك لي في دو تراس ما عندكش خيار باش دير هكذا، لي في دو تراس معليش الا اضطر الحال تشعل لي في دو تراس شعلهم بهذه الطريقه. عندك هادو يسي لي ديكونسيي دخل يدك من داخل فولون بور لي زاكسيوني، هاي لك التقنيه تاعهم كيفاش تاكسيوني. ها 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 نزيد نعطيكم معلومه باسكو راني مجيني الطابلات هذيا ثقيله شويه يديرها يدير توجع ما كاش بون بريس كيفاش نحكمها. نزيد لكم برك هاد الحاجه كيفاش تريكلي لو سياج تاعك لو دورسال كيفاش يكون بريكل، كيفاش تحكم الروبار تاعك هنا في الفون دون مانيير. كي تكون تمتكي حط ظهرك لي زيبول هادو مكتف الكتف لاصق بحيث يدك هنايا لازم الفولون تجي خارجه يدك بهذه الطريقه. كي تكون لاصق ظهرك لاصق مع لو دورسال يدك لازم تكون هكذا، ما لازمش الفولون يكون بعيد عليك هكذا ويدك مكسر. هذه هي لا بون بوزيسيون دو ريغلي لو دورسال اي لو سياج اون كيستيون. انا درت لك فيديو على المقود وزيد نعطيكم نصيحه الاخيره، ايفيتي الكروسه تكون حابسه وتبدا تبراكي، خاطر واش يوقع يوقع المطاط هذاك تاع البنو مع الكودرون والحجر والاخر. الكروسه كي تكون حابسه وانت تبراكي اولا لا ديريكسيون اللي ما عندوش ديريكسيون اسيستي الفولون تولي تحسلو ثقيل بزاف، وثانيا ماشي مليح على لي بنو شغل بابي افير شغل راك تحك فيهم وفي راميزر. من المستحسن امشي بلا عقل 3 الور 2 الور بلا عقل كيما يمشي بوجغلولو ودور لا ديريكسيون تاعك منها تحسها خفيفه شويه ومنها باش المطاط تاع البنو ما ينتكلش ويشدلك اقصى مده ممكن. هاي السلام عليكم اتهلاو وسيروا بلا عقل سرعه ردوا بالكم عشان تموت في الطرقه الحيطه والحذر. السلام عليكم ورحمه الله صحيح.